استغفر دكتور، الله. فيما يتعلق بالرياضة، الأخ سليمان الحسني يقول علاقة الشيخ بالرياضة وخصوصا كرة القدم، يقول سمعناه يقول لو أفتى في حكم الرياضة لقال بوجوبها. نعم، ولا زلت أقول بذلك إن شاء الله تعالى، وأقول بالوجوب على الذكور والإناث وجوب الرياضة جميعا، الوجوب، لأن هذا أمر ضروري لصحة البدن والحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل هناك نوع معين من الرياضة؟ كلا، لا أدعي حصر الناس في نوع معين، فكل أدرى بنفسه وبوقته وبإمكاناته، ولا أحصر ذلك بكرة القدم أو غيرها. فالسلف كانوا لا يلعبون كرة القدم، وإنما كانوا يعملون وكانوا يلاعبون الخيل وكانوا يشاركون في أنشطة كثيرة، ولذلك كانوا مستعدين أيضا للجهاد في سبيل الله في أي وقت من الأوقات، لا يختص ذلك بجنود معينين، وإنما إن أعلن الحاكم النفير العام خرج الناس من الرجال للجهاد في سبيل الله. فأين أبناء الأمة اليوم من الشباب فضلا عن الشيب؟ نعم. وبالنسبة للمرأة فأمر الرياضة واضح بالنسبة لأهميته لصحتها، وهي بين حمل وإنجاب وإرضاع وتربية، فضلا عن قيام بعبادة وعمل لإعانة الزوج والقيام بالعبادة وأعباء الدعوة إلى الله تعالى. ونحن نلمس اليوم ضعفا عاما لدى الفتيات بل الرجال أيضا، فإذا الجميع بحاجة إلى هذا الأمر، فلماذا ننتظر إلى كبر السن لنرى جماعات تتوافد على صالات وهي تفوق 50 أو تقارب ذلك من العمر؟ ولماذا نحتاج إلى أن يقال للمرأة بأن فيك ضغط الدم وبأن فيك السكر وبأن فيك القلب وبأن فيك زيادة في الوزن؟ وكل ذلك يزول بالقيام بالرياضة، مع الاعتناء طبعا بقضية التغذية أيضا في المقام الأول. فلماذا ننتظر إلى أن يقع الإنسان في ذلك وقد لا يذهب عنه المرض؟ ومن القواعد المعروفة بأن الوقاية خير من العلاج، نعم، وهذه الفرصة ممكنة إن شاء الله. يعني ذكر الاعتراض الذي ربما أشرتم إليه، يقول لو اعترض معترض على الرياضة بأنها مضيعة لطالب العلم والأولى له الاشتغال بالمطالعة والتحصيل، وأنه لم يكن من دأب السلف ولا الخلف من القامات السامقة هذا الاهتمام بالرياضة. إن كان المراد بذلك ما أسميه بالهوس الرياضي بحيث يكون غاية في نفسه، فهذا خلل. الهوس الرياضي هذا الذي يريد أن يقوم به البعض، من حيث إنه يمكث في صالة 10 ساعات في اليوم حتى يبني تلك العضلات المفتولة كأنه يريد أن يرائي بها، فهذا نعم هو نوع من الخلل مع تضييعه لأوقاته الثمينة الأخرى. فهذا أو الاهتمام أيضا بأخبار الرياضة التي يقوم بها الشباب، حيث إن أحد يتابع الفرق الرياضية ويشجعها ويحصل من ذلك الخلاف ويحصل من ذلك كثير من الفتن، وربما تضيع الوقت وتضيع المال وغير ذلك، فنعم هذا يحذر منه. لكن إن كان المراد بالعناية بالرياضة ترويض الجسم وصحة البدن والتقوي على العبادة مع التغذية السليمة، فهذا كان يفعله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وما كانوا يضيعونه أبدا، والتاريخ شاهد على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الخيل وسابق بين الصحابة في الخيل وشارك في الجهاد، وفي بعض الروايات أنه سابق عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا أمر معهود. إذن الضابط هو ترويض هذه النفس والمحافظة على صحة هذا البدن. نعم، فلا نعم. يقصد بالرياضة مجرد المتعة، وإنما تلك الرياضة المفيدة لا تضيع الوقت، نعم، مع العناية البالغة بحيث يترك للرياضة وقت قصير أو وقت قليل، فالعمل القليل الدائم كما ورد في الحديث خير من كثير منقطع. فالأطباء يقولون نصف ساعة في اليوم كافي إن شاء الله تعالى لصحة البدن من الرياضة المتزنة المفيدة. أما أن يضيع طلبة العلم أوقاتهم في ما يسمونه الرياضة
على حساب العلم فهذا خلل. نعم هناك من يدعي أنه يتعلم العلم ويستغل الوقت في العلم والعبادة ولا يعتني بالرياضة، ولكن هذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فهذا بعد حين سيكون طريح الفراش، وهذا هو المعهود، لأنه لم يعتني بتغذيته ولم يعتني بترويض جسده فتعب وأصيب بالأمراض. فهذا هذه النفس تحتاج إلى بدن تقوم عليه، فالعبادة تحتاج إلى قوة. نعم جزاك الله خير دكتور.